أكد القيادي في الحج العشائري محمد العبيدي أن دك معاقلي ومخابئ داعش في بعض المناطق الساخنة في محافظة صلاح الدين متواصل باستمرار. وقال أن الحدود بين ديالى وصلاح الدين تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني في ظل وجود نشاط ملحوظ لخلايا داعش، وهي تحاول بين فترة وأخرى التسلل صوب القرى والمناطق المحررة لاستهداف الأهالي والنقاط المرابطة الأمنية، ما يتطلب تحركات عاجلة.